صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 42 لسنة 2024 بتعيين مندوب دائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جافي. يعين السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله مندوبا دائما لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بلقب سفير فوق عادتي مفوض